وأخيراً إخراج الإيد صار إلكتروني وصار فيكن مع المديرية العامة للأحوال الشخصية ومن موقعها الإلكتروني تعبوا نموذج طلب إخراج الإيد وتقدموا مع أمضى مختار محل الإيد وصورتين شمسيتين مصدقين على الأصول. أول مرة بس الطلب لازم يتقدم بقلم نفوس مكان إيدكم ومن بعدها بيصير يتقدم قلم نفوس مكان سكنكم يعني من حد البيت. طلب صورتين ونسخة عن إخراج الإيد الإلكتروني الأول ودغري على أقرب مختار أو قلم نفوس. وبحال صار أي تغيير ببيانيتكم الشخصية لازم ترجعوا تحصلوا عليه مثل أول مرة. أما إذا كنتوا برات لبنان فيكن تتواصلوا مع سفراتكم وقنصلياتكم وتقدموا طلبكم مع توقيع السفير أو القنصل عليه وعلى صورتين شمسيتين. إخراج الإيد صار إلكتروني أسرع أسهل وأوضح. طبعا في لبنان.